نرحب بكم اليوم في افتتاح الدورة الثانية من صيف أبوظبي الرياضي والذي يستمر لغاية 12 أغسطس ويقام على مساحة حوالي 27,000 متر مربع. طبعا توفر النسخة الثانية من فعاليات صيف أبوظبي الرياضي مساحات استثنائية لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة وممارسة الأنشطة ببيئة داخلية مكيفة وتحتوي على 27 مضمار وملعب وفق على المعايير العالمية. تتضمن هذه الأنشطة مثل ملعبين كرة القدم السباعية وثلاث ملاعب كرة القدم الخماسية وثمان ملاعب البادل تنس الأرضي المصغر وأيضا ست ملاعب تنس الريشة وثلاث ملاعب كرة السلة واثنين منهم بحجم نصف الملعب الأول وثلاث ملاعب كرة الطائرة وأيضا ركن خاص بتكنو جيم لممارسة لياقة الكارديو وغيرها من التمارين البدنية وأخيرا مضمار مخصص للجري بطول 1 كيلومتر. إلى جانب هذه الأنشطة تم تخصيص في هذه النسخة الثانية العديد من المسابقات والفعاليات بناء على الطلب المتنامي والإقبال الكبير الذي شهدته النسخة الأولى من صيف أبوظبي الرياضي، حيث سيتم تنظيم بطولة الشامبيونز ليج لكل من كرة القدم والبادل وتنس الريشة وكرة السلة. وعلى هامش هذه المسابقات سيتم تنظيم العديد من الفعاليات المصاحبة الأخرى مثل فعالية يوم اليوغا العالمي بتاريخ 21 يونيو، سباق ألوفة الخيري بتاريخ 12 أغسطس، وغيرها أيضا من الفعاليات المصاحبة مثل يوم المرأة الإماراتية، فعالية رينج ذبل، وفعالية ركوب سباق الدراجات الهوائية الداخلي. ونستضيف جميع الزوار ونرحب بالجميع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في النسخة الثانية من صيف فعاليات أبوظبي طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8:00 لغاية 1:00 بعد منتصف الليل. وللراغبين في معرفة المزيد التسجيل عبر الرابط الإلكتروني الخاص بصيف فعاليات أبوظبي وهو www.adsummersports.ae أو التواصل معنا خلال شبكات التواصل الاجتماعي عبر الحساب adsummersports.